اهلا بيك. والله بص، ان الحكومه ما بتروحش المؤتمرات الاقتصاديه، القطاع الخاص ولا تبع جمعيه رجال الاعمال، يعني هما ما بيروحوش كله، بس انا بشوف ان هما بيروحوا. يعني في جمعيه رجال الاعمال الامريكيه هتلاقيهم بيروحوا وبيحضروا، في جمعيات تانية بيروحوا وبيحضروا، فممكن ما يكونش عندهم الوقت، وممكن يبعت حد مندوب عنه، وممكن يدينا وجهه نظره، وممكن يدينا انا مش عايزه الرؤيه بتاعته، مش عايزه الكلام، انا عايزه اشوف التنفيذ ده هيتعمل ازاي. فحتى لو هو مش قادر يحضر المؤتمرات كلها، انا معاه ان هو راجل بيشتغل زيه زينا، ما عندوش وقت، بس اكيد الوزاره كلها فيها هيئات معنيه وهي ليها دعوه بالمواضيع، فيها وكيل اول وزاره، يعني في ناس ثانيه تقدر تنوب عن الوزير، مش لازم يبقى هو اللي في الإعلام على طول، في ناس تانية وفي كوادر كويسة عندنا ممكن يظهروا ويشرحوا للناس ايه اللي بيحصل، ايه الشهادات اللي بتتعمل دي، المردود بتاعها والعائد بتاعها عامل ازاي، هيجي ازاي، التفصيل بتاع المحور نفسه هيزود ايه، هينقص ايه، ايه المشاريع التانية اللي هتقوم حواليه، ايه القوانين اللي هتغير في الحتة دي عشان نقدر نجذب الاستثمار. ما هو انت عايزني اجي احط فلوس، حتى لو انا لوكال، يعني حتى مصري او غير مصري، انا برضو كقطاع خاص مصري عايز اشوف ايه اللي انت هتعمله لي عشان اروح استثمر في حاجه جديده. اديني حاجه appealing، اديني حاجه تخلي ريقي يجري ان انا اجي استثمر. سياده الوزير استثمار، وزير التجاره، وزير النقل، وزير الكهرباء، عشان نشوف اللي هيعمل المشاريع دي هيجيب الطاقه منين، وطبعا سياده الفريق مهندس. من الخطوط المهمه جدا عندنا ثلاثه، من اهم الحاجات ايه المشاريع اللي هتتعمل بجوار المحور، من سياحه لزراعه لصناعه للوجيستكس لنقل، هنطور المينا ازاي، هنعمل ايه. ده موضوع مهم جدا. ايه غير الدخل اللي هيخش لمصر من القناه، القطاع الخاص هيروح يستثمر، فلازم يشوف ايه الاوبورتونيتيز اللي عنده عشان يستثمر فيها. هل هيعمل زراعه، هل هيعمل صناعه، ده موجود ولا مش موجود. يعني مهم جدا ان حد يطلع يشرح ايه اللي موجود للقطاع الخاص عشان استثماره. يعني بنتكلم على القناه، خلاص احنا فهمنا هنزود الصادرات وهنزود النقل في القناه بال 100% زياده او 8%. من هنا بقى المفروض نتكلم مع القطاع الخاص، نقول له وهنا ممكن نعمل مدينه زي سيليكون فالي بتاعت امريكا للشركات بتاعت التكنولوجيا، هنا هنطور المينا دي، فتعالوا يا شركات بتاعت شيبينج طوروا. لازم حد يوريني برزنتيشن زي ما انا بوريك الاجنده. فهنا احنا جايبين الناس تقول طب انت مش هتوريني، طب انا عايز اعمل، يعني العكس بقى. فهل ده موجود ولا لا؟ من الحاجات الثانيه البنوك. ايه البرامج اللي البنوك هتعملها مش عشان محور قناة السويس، كتريد فاينانس عامة، انت ايه البرامج اللي انت هتعملها؟ هل هتقلل الفوائد بتاعتك على الفلوس؟ هل انت هتعمل برنامج معين لو انت بتصدر والال جي برقم هقلل لك؟ يعني لازم البنوك تدينا برضو الخدمات اللي هتساهم يعني. والمجتمع المدني في صورة جمعيات رجال الاعمال، احنا بنطلع نروح نتكلم مع الامريكان، نروح نتكلم مع الصينيين، نروح نتكلم، نروح كل واحد بيتكلم لوحده، مفيش حاجه واضحه بينهم وبين بعض. فجايبين كذا جمعيه رجال اعمال، جمعيه رجال اعمال المستثمرين الاي جي بي، جايبين اي بي اي اول جمعيه ايجيبشن بيز اسوسيشن، جايبين الماليزيان كونسل، جايبين السعوديه، فجايبين كل دول يقعدوا بس مع بعض كده يقولوا طيب يا جماعه احنا عندنا 1 2 3، جايبين النمسا، الكونسل بتاع النمسا، ومن الناس اللي كانت اكتف جدا في 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 موضوع المحور، طلعوا كذا مره هناك شرحوا. ففي ناس كويسه وبتشرح، بس هل ده نفس البلان او الشرح المفروض اخده من الحكومه عشان تبين لي قوانين؟ ما انا قطاع خاص او جمعيه رجال اعمال او مجتمع مدني، ما عنديش القوانين اللي انت هتعملها، ما اعرفهاش لسه غير ما انت تقولها. فلازم تديني صوره كامله عشان اقدر انا كواحده بتعمل مؤتمرات اجذب ناس عشان تيجي المؤتمر تسمعك، عشان تقول لا والله انا ممكن استثمر هنا 2 مليار واعمل مصنع نسيج، وبالتالي هعين 10,000 بني ادم. لا انا ممكن اعمل تخريط سفن،
تخريج سفن ده بيعين كمية أغرب من الخيال. طب جميل، طيب هل إحنا عندنا حاجة محددة من وزارة البيئة عندنا تقول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش؟ هل وزارة البيئة طلعت قالت يا جماعة أنا مش هعمل أسمنت؟ لا، طب أنا هعمل، بس لو هتعمل أسمنت هتعمله بالطريقة 1 2 3 4 بناء على مواصفاتي. هل وزارة الكهرباء طلعت قالت لا اللي هيعمل أسمنت أو هيعمل الصناعة التقيلة في الكونسبشن بتاعت الطاقة لازم يعمل تشاركول أو يعملها بالشمس أو يعملها بالرياح؟ يعني من المشاريع اللي شايفاها ناجحة جدا في مصر الجونة، إن هو جه عمل لقى إن عنده رياح في الجونة، فالراجل راح باني ويندميل، فبالتالي كهربته موجودة. الموضوع مش صعب، موضوع الكهرباء ده مش 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 قصة، بس اديني فرصة واديني قوانين اللي تشجع إن أنا أعمل زي ما بيتعمل في أفريقيا سولار انرجي، وانت ممكن تصدر في يوم من الأيام. لو قلنا ده على مستوى الجمعيات رجال الأعمال المشاركة في المؤتمر، ماذا عن الجهات الرسمية والشخصيات العامة أسماء اللي هتحضر مؤتمر كسبيك؟ من الناس اللي أنا أتشرف إن هو هيجي مؤتمري بصراحة شريف سامي، عنده بلان، يعني إن هو غير البنوك أنا عندي أدوات تانية غير بنكية جاي يشرحها عشان الدعم للمشاريع عامة. هو مش يعني احنا بنتكلم على اي مشروع بنتكلم عليه زي المحافظات زي فهو جاي يشرح لنا ايه الادوات وايه الاليات وايه القوانين اللي هو عملها جديده، في خطه، في حاجه جاي يقولها، في لا غير رؤيه، ممكن يكون عندي رؤيه ما عنديش خطه، ممكن يكون عندي خطه وما عندي، يعني لا انا بيكون عندي فكره، الفكره دي تتحول الى فيجن، الفيجن دي بتتحول الى تنفيذ، التنفيذ ده بيتحول الى بريزنت ورق اشوفه. فاحنا جايين من الناس طبعا فعلا مبسوطين ان هو بيدينا التفصيل ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتعمل، حتى لو قانون لسه بيتدرس فبيقولوا سفير جمال بيومي، سفير محمد عرابي، وطبعا من رجال الاستثمار عندنا ماجد شوقي بلتون، عندنا اتش اس بي سي جايين برضو يقولوا كبنك ايه الموضوع بالنسبه لهم في مصر، ازاي هيكمل، هيعمل ايه مع المشاريع دي، ودي مهمه جدا ان البنوك تقول انا هعمل ايه او انا هساعد ازاي او ايه البرامج اللي انا عملتها. يعني لازم نتكلم، ومش لازم الحكومه اللي تتكلم، يعني مش نقدر نستني الحكومه اللي تتكلم، بس الحكومه لازم تديني ورق اقدر اتكلم منه. كلمه اخيره المهندس ابراهيم محلب. سياده رئيس الوزراء، احنا عايزين توضيح اكتر للمشاريع القومية، مش مشروع واحد، احنا عندنا كذا مشروع قومي بيحصل، محتاجين توضيح اكتر، محتاجين ان كل وزارة يكون فيها قسم تخطيط ليها هي، مش ما تبقاش وزارة التخطيط وبس، كل وزارة يكون فيها هيئة مفكرة بتفكر لها، ويكون في قسم للتخطيط للوزارة دي عشان نقدر ناخد المعلومات اللي احنا محتاجينها. لازم يكون في وسيله اقدر اخد المعلومات منها، ما يبقاش بس المركز دعم اتخاذ القرار، انا قطاع خاص محتاجه معلومات كتيره جدا من كل وزاره، عشان اعمل مشروع لازم اتعامل مع كذا وزاره، وده لوحده غلط. المفروض يبقى عندي جهه معينه انا بروح بقول انا مشروعي كذا كذا، انا محتاجه كذا، هل ده القانون ده موجود ولا لا؟ فلو سمحت يبقى في بس الوزارات يبقى في نوع من المكان اقدر اخد منه المعلومه، حتى لو محدش هيشرحها اقدر اخد ورق واحنا نشرحها. ميرسي قوي.